أسفرت المواجهات بين قوات موالية للرئيس هادي وقوات المجلس الانتقالي عن سقوط 6 قتلى و4 جرحى في صفوف قوات الانتقال بجبهة الطرية بمحافظة أبين جنوب شرق البلاد. وذكرت مصادر أن الاشتباكات تجددت بين الطرفين إثر هجوم مدفعي للقوات الحكومية شنته ضد قوات الانتقال بجبهة الطرية بمحافظة أبين جنوب شرق البلاد.